مرحبا، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. أنا محمد بابلي وهذا الدرس السادس من دروس ماتلاب. اليوم بهذا الدرس بدنا ناخد طريقة جاوس زايدل بحساب كمان جملة المعادلات. نخلي جملة معادلات هو يطالع لي الحل. يعني اختلاف هذا الدرس عن الدرس الماضي، هذا الفيديو عن الفيديو الماضي، غير طريقة خطوات الحل، طريقة غيرها بس يعني نفس السيستم، انه حلقة 4 والاكس القبلة بتعتمد، الاكس الجديدة بتعتمد على الاكس القديمة. وهي هذاك الدرس دخلنا له الالفا والبتا مباشرة، بعد يعني لما بيعطينا اول شي جملة المعادلات. خليني بس افتح المحاضرة. هذاك الدرس مثلا هي جملة المعادلة، نحن ايش كنت ادخل له؟ كنت ادخل له الفا بهذا الشكل وادخل له البتا وهو يكمل حل لتحت. قال الله شوي يعني تطورنا خطوة واحدة، مع انه لسه ما هي الحل النظامي. الحل النظامي النظامي المتطور انه ادخل له جملة المعادلات بحالة هو يحل لي اياها كلها. لو في توابع جاهزة يعني بسطر واحد بيحل لي كل شيء، بس نحن عم نتعلم عن ماتلاب لسه. طبعا انا عم بحكي حكي الانسي، انا مالي عليه، انا بس عم بجيب حكي يعني. طيب بهذا الدرس بدي ادخل له قال امثال المجاهيل بجملة المعادلات. يعني هون بدل ما ادخل له مثلا 0 ناقص 6 0.2 وهالشي، راح ادخل له 4 1 ناقص 1 وهيك. يعني راح ادخل بس الامثال، امثال مجاهيل راح اسميها الفا اي، والطرف الثاني يعني 4.92 راح اسميها بي، وراح ادخل له القيم الانشلايز للبتا او البتا البي من المرتبه 0، وراح ادخل له الابسلون وراح نشوف الحل. طبعا هي الطريقه اسمها غاوس زايدل. طيب خلينا نشوف الكود. قال مثل ما اتفقنا، اول شيء بدي ادخل له الاي. طيب راح ادخل له الاي اللي هي مثل ما اتفقنا ان امثال المجاهيل في جملة المعادلات. طبعا بقول له ديسبلاي انه طالع لي على الشاشة انه انتر اي، دخل لي اي. طبعا الادخال شو راح يكون؟ هي عبارة عن مصفوفة 3x3، 3 اسطر بثلاث اعمدة. راح اعمل انشلايز لمصفوفة افترض اسمها اي، قال له اي تساوي 0 3x3، يعني اعمل لي مصفوفة. يعني بالذاكرة صار عندي هذا المنظر، 0 0 0 هيك 0 0 0 تمام. لما عملت هذا السطر صار عندي بالذاكرة هذا المنظر. طيب هلا راح اعمل حلقة 4 من 1 لل 9، لانه 3 ب 3 9 ادخالات، 9 عناصر لل A، وراح اقول له A ل I تساوي الانبوت، وسنجل كوتنشن فاضية مثل ما شفنا المحاضرات الماضية انه راح يدخل لي المصفوفة A، تمام، يلي هي امثال المجاهيل في جملة المعادلات. طيب بعد الحكي بدي اخليه يدخل لي المصفوفة، بالتالي مثل ما اتفقنا انه هي الطرف الثاني راح تكون 3 اسطر بعمود واحد، معناتها شغل عدد راح اعمل انشلايز ل زيروز 3، يعني راح يصير الشكل هيك، تمام، هيك هي هذا شكل الذاكرة لما كتبت هذا السطر. وبعد حلقة فورم الواحد للثلاثة انه 3 عناصر بس، وراح اقول البي اي تساوي الانبوت كمان دخل لي البتا، تمام. لحد الان بكون دخلت له الشغلة الشغلات الموجودة بجملة المعادلة كلها. طيب هلا بدي ادخل له هاي البتا البي من المرتبة 0، كمان هي عبارة عن مصفوفة 3 اسطر بعمود واحد، نفس مبدأ البتا تماما. لو حال نفترض اسميها بي 0، مش بدك تسميها، يعني هو اهم شيء المبدأ. يعني شلون بدك تحكي؟ انت ما دام فهمان الطريقة بالنظرية بتقدر تحلها على الورقة، بتقدر تقلبها الماتلاب بشكل سهل. يعني بس اول فيديوهين ثلاثة يلي اعطيتهم عبارة بس انه شلون تعمل حلقة فور واف وهالمبادئ، لحالك بتقدر تحل المسألة اللي بدك اياها. يعني انا ما عم يعني بكون نفس حل الانسة تماما تماما، يعني بجوز في شغلات انا يعني بلاقيها اسهل او انت بتلاقيها اسهل حتى مني او من الانسة. المهم بس تفهم الفكرة، تفهم المبادئ وتدرس نظري، تحل على الورقة كله بيكون سهل، يعني بس قلب كود. طيب دخلنا له البتا نفس المبدا، بي صفر الاي يساوي الانبوت. ايش بقى عندي ادخالاتها؟ لحد الان كله ادخالاتها. بقى عندي الادخال الابسيلون اللي هو بيعطيني اياها،
شرط التوقف يلي بدي افحصه، بقول له اطبع لي انه اعطيني الابسلون، وابسلون يساوي الانبوت. تمام. لحد الان بكون انا خلصت ادخالات، وهلا انا اشوف شغله هو جوا. هلا بده اول خطوه يحسب لي الالفا والبيتا. شلون راح يحسب لي الالفا والبيتا؟ طيب انا عندي الـ A والـ B يلي دخلت له اياهم، هو بده يحسب لي منهم الالفا والبيتا. هو شلون المبدأ؟ المبدأ سهل، انه نحن اذا عم نحل على الورقة شلون راح نشتغل. راح مثلا السطر الاول راح نعزل x1 مثلا، عيف هلا الاربع x1 على هالطرف، ننقل ناقص x2 لهنيك وزائد x3 لهنيك، يعني راح يصير 4 زائد x2 ناقص x3، ونقسم على الامثال المجهول اللي هي 4، راح يطلع معنا شكله. ونكمل على الورقه. المبدا انه عم نعزل x1 من السطر الاول، x2 من السطر الثاني، x3 من السطر الثالث. شو راح يصير هالشيء بالكود؟ قال له d يساوي الفانكشن هذا دياج يمكن، او الارجيومنت اللي راح اعطيها الابسوليوت القيمه المطلقه لل a. قال هذا بالفيديو الثاني او الثالث ما بتذكر اعطيته، انه راح يعطيك عناصر القطر الرئيسي. يعني اذا انا مدخل له مثلا المصفوفة 1 2 مو هيك 1 2 3 مثلا 4 5 6 7 8 9 تمام، هي مصفوفة ونفترض اسمها array، وحطيت له انه اعطيني عناصر القطر الرئيسي، لا ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني 1 5 و 9. يعني بالاخير المصفوفة دي هي عبارة عن 3 اسطر بعمود واحد. تمام. طيب انا هلا راح اخذ عناصر القطر الرئيسي من المصفوفة A. ليش؟ لانه عناصر القطر الرئيسي هي يلي انا راح اقسم عليها. يعني السطر الاول انا على ايش راح اقسم؟ بعد ما اعزل راح اقسم على 4 تمام، السطر الثاني راح اقسم على 6، السطر الثالث راح اقسم على 5. ملاحظ انه هذا هو القطر الرئيسي، حطيته بالمصفوفة دي. طيب هلا شغلة ثانية، المصفوفة M راح اقسم العناصر في طريقتين. الطريقة اللي بتريحك انه انا بعد ما عزلت راح اقسم كل السطر الاول، كل السطر الاول على امثال x1، او اقسم العمود الاول يلي هو 4x1 x1 وناقص x1 على الدي. شلون على الدي؟ يعني ولنفترض هلا انا بمثالي الدي شاد هي 4 6 و5، خلينا احطيك بهالشكل كعمود. تمام. طيب هاد كود نفس كود الانسي هاد. هلا انا بفضل انه خلاص انت تقسم السطر الاول على امثال x1، السطر الثاني على امثال x2، وهيك. الانسي حبيت انه تعمل تغيير شكل، بتقدر تقول انه حط اول شيء جواب راح احطه بالمصفوفه ام. مش عم بقول له قال المصفوفه A كل الاسطر العمود الاول، يعني 4x1 يعني 4 1 وناقص 1، قسم لي اياها تقسيم نقطي. هي صفر مو صفر، صفر النقطة سلاش القسمة، يعني تقسيم نقطي يعني عنصر عنصر. قال قسم لي اياها على دي. طيب شلون راح يصير المبدأ؟ يعني راح يقسم 4 على 3، 1 على 6 وناقص 1 على 5. تمام؟ هي طريقة. والطريقة الثانية مثل ما حكينا، نقسم كل عناصر السطر الأول على 4 اللي هو امثال x1 وهي الطريقة اللي بتريحك بتحل فيها. بس ما تنسوا انه هي يعني نقطة سلاش دوت سلاش هي عبارة عن تقسيم نقطي، مثل ما أخذنا كمان كم الفيديو الثاني إنه نقطة إيش اسمها هي نقطة وضرب، هي كمان المصفوفة بتضرب لي كل عنصر لحاله، ما بتضرب المصفوفة كلها. طيب قال هنا هون طلعت هلا المصفوفة إيه بعد ما قسمتهم. قال إيش بقي عندي؟ قال لسه عناصر القطر الرئيسي أنا على حالهم، أو مو على حالهم، صاروا واحد هلا بعد ما قسمت. قسمت مثلا هذا الأربعة قسمته على أربعة صار عندي واحد. قال راح هلا أحط أقسمه بالـ A، أو بتقدر تقول ألفا لأنه هلا عندي راح تطلع ألفا. راح أقول له M يلي طلعت معي زائد I 3، هاي الفانكشن كمان أخذناها يمكن الفيديو الثالث، إنه راح مثلا لما بقول له الـ I 3، خلينا نشوف الكومنت ويندو عشان نتأكد. كومنت ويندو اعطيني الـ I 3، شوفوا شو اعطاني مصفوفة ثلاثية، مو ثلاثية، 3 ب 3. عناصر القطر الرئيسي هي واحد، قلت له I 4 مثلا
أعطاني 4 × 4 عناصر القطر الرئيسي 4. خلينا نرجع لكودنا كمان نشيلها. بعد هالسطر طلع معي المصفوفة ألفا، تمام؟ طيب أنا هلا بدي المصفوفة بتا إنه هي اللي أنا من الإدخال البي يلي كانت بالطرف الثاني، كمان أنا بقسم تقسيم نقطي بي تساوي بي القديمة تقسيم نقطيا دي مثل ما اتفقنا. طيب لا، قال بطلع من هالثلاث أسطر معي الألفا والبتا يلي من هون من المحاضرة الماضية، أنا من هون بلشت إنه دخلت له ألفا وبتا، وهلا راح نبلش بالسولف. طبعا أنا مدخل له القيمة الابتدائية للبي دي المصفوفة بي صفر، بي كبيرة صفر، تمام سجلها. قال راح أعمل initialize لثلاث متحولات ونفترض أسميهم x1 x2 x3، وراح أعطيه أول قيمة x1 أول قيمة من البي صفر، وهيك x2 ثاني قيمة x3 ثالث قيمة. هلا نشوف ليش. وراح أعرف مصفوفتين وحاديات ثلاث أسطر بس، يعني ثلاث عناصر فيها، راح نسميه answer 1 answer 2، أعطيه الانشاليزات تبعاتهم صفر. طيب هلا راح نشوف. هلا هون بهالفور ضمن هالفور من هون لهون هاي طريقة جاوس زايلن، هون الحل اللي حيصير مثل ما تعودنا. راح ادخل فور لا نهائية من الواحد لا نهائية لوين بدك، لانه انا عندي بالاخير شرط بريك، لما اوصل عنده راح يطلع من الحلقة ما راح يكمل. طيب ايش راح اقول له؟ قال بنلاحظ هون بالحل، هاي هون بلش الحل بالمناسبة هاي المحاضرة السادسة تحليل عددي العملي. راح اقول له الاكس واحد تساوي بي الواحد، هون ايش راح اشوف؟ اكس واحد تساوي الواحد يلي هي بعد ما حسبت الالفا بعد ما حسبت عفوا هون واحد بعد ما حسبت البتا راح تطلع معي واحد المصفوفة بتا زائد العنصر الاول المصفوفة الفا السطر الاول العمود الثاني يلي هو 0.25 السطر الاول العمود الثاني ضرب الاكس 2 ضرب الاكس 2 يلي هو لسه على صفر، تمام؟ زائد العنصر يلي موقعه بالمصفوفة الفا A يلي انا مسميها A السطر الاول العمود الثالث يلي هي ناقص 0.25 ضرب الاكس 3 يلي هي الانشلايز تبع انا حاطه فوق صفر، او هو البي صفر يلي هو مدخله هي صفر يعني، تمام؟ قال هيك حسبت اكس واحد، طبعا ناتج هالسطر راح يكون واحد، تمام؟ طيب بهالحلقه هلا الاكس 2 كذلك الامر هو البي 2 زائد الفا السطر الثاني العمود الاول ضرب اكس 1 زائد الفا السطر الثاني العمود الثاني ضرب اكس 3. بنلاحظ السطر العمود عم بيرتبط مع المتغير، يعني هون العمود الثالث المتحول اكس 3 وهيك يعني، تمام؟ اكس 3 نفس الشيء هو البي 3 العنصر الثالث المصفوفة بتا زائد الفا السطر الثالث العمود الاول العنصر الواقع في هاللوكيشن هاد هو 0.2 ضرب اكس 1. طبعا الشيء الجديد بهالطريقة انه كل عنصر او كل variable عم بيتعلق بالشيء اللي قبله، شلون يعني؟ يعني الاكس 2 لما عم بقول له a2 1 ضرب اكس 1، الاكس 1 هي تمام اللي السطر اللي قبله، ما عم بقول هالاكس 1 القديمة، لا بكل سطر عم بيتغيروا الفاريبلز، يعني شيء مرتبط مع بعضه، حلقة كله مع بعضه. قال بطلع من هالثلاث اسطر معي اكس 1 واكس 2 اكس 3. طيب قال انا طلعت اكس 1 اكس 2 3 يعني بنقدر نقول انه طلعت البي من المرتبة الأولى. طيب انا بحلقة 4 انا ما عم بشتغل خطوة خطوة، هو لحاله الكمبيوتر عم بيشتغل، معناتها بدي اتحقق من الشرط اللي هو ابسيلون. انا مشان هيك عرفت مصفوفتين answer answer 1 answer 2 مشان احط فيها القيم القديمة والجديدة واطرح واشوف اذا اصلا ابسيلون ولا لا. اول شيء راح اعطي القيم الموجودة بال answer 2 راح احطها بال answer 1، ليش؟ بالحلقة الثانية بنفهم. هلا بنشوف يفول يا السطر شوي. طيب قال هلا الانسر 2 العنصر الاول منه مثل ما اتفقنا انه هي 3 بواحد 3 اسطر بعمود واحد، معناتها العنصر الاول منه راح اعطيه اكس 1
العنصر الثاني راح اعطيه اكس 2، العنصر الثالث راح اعطيه اكس 3. طبعا تذكروا ان الانشاليزيشن تبع الانسر 1 والانسر 2 زيروز، تمام؟ طيب هلا راح افحص شرط التوقف. وين شرط التوقف؟ هو هذا، انه الاكس من المرتبه اي زائد اكس المرتبه اي زائد 1 ناقص اكس من المرتبه اي اصغر من الابسيلون القيمه المطلقه. بقول له if answer 2، طبعا هو لازم احط قيمه مطلقه، ما بتفرق، حطها تمام. هلا راح افحص، راح اطرح المصفوفه answer 2 من راح اطرح المصفوفه answer 1 من answer 2، اذا كانت اصغر من الابسيلون راح يطبع لي answer 2 القيمه الاولى منها، القيمه الثانيه، القيمه الثالثه. بقدر اقول له answer 2 يعني فورا، بس display answer 2 يعني راح يطالع لي المصفوفه answer 2 نفس الشيء. يعني بقدر اكتب اطبع كل عنصر لحاله بس عشان افهمكم، وبعدين خلاص بقول له display answer 2 بطلع لي ثلاث عناصر لحاله. و break اهم شيء، البريك عشان يطلع من حلقه الفور. طيب قال كل اف الى اند كهن، وكل فور عفوا هاي الاند لهي الاف، شوفوا الخطين، هاي الاند هاي الاند لهي الفور، تمام؟ ما ننسى هالشغله. طيب اول حولقه راح يكون معي الانسر 2، العناصر اللي فيها هي 1 1.333 و1.1333. الانسر 1 هي 0 0 0، طرح الانسر 1 من الانسر 2 اصغر من الابسيلون، لا ما تحقق الشرط. معناتها ايش راح يعمل؟ راح يرجع يحولك حولقه ثانيه بالفور. قال بالحولقه الثانيه من الفور بوصل لهون بيكون معي الانسر 2، ايش قيم الانسر 2؟ هي 1.05 0.9472 و0.9889. والانسر 1 الانسر 1 هي القيمه اللي قبله اللي هي 1 1.33433 و1.133. قال مشان هالشيء انا حطيت هالسطر انه اعطيني القيمه القديمه للانسر 2 وحطها بالانسر 1 وعمل لي شيء جديد للانسر 2، تمام؟ وتحقق من الشرط اذا اصغر الابسيلون طلع. قال هون بمثالنا لا، راح يحولك حولقه ثالثه كمان لانه مطالع البي 3 في المرتبة 3، راح يحولك هذا راح يكون الانسر 2 وهذا راح يكون الانسر 1، وراح يطرحهم من بعضهم يكون اصغر من الابسيلون، وراح يعمل راح يطبعهم وبريك يطلع من الفور واند واند. طيب بس خلينا نجربهم على السريع، نروح على الكومنت ويندو. طبعا انا مجربه، خليني ارجع اكتبه معلش. قال شلون راح يكون الادخال؟ خليني اول شيء اعمل رن run waiting for input، عم بستنى الانبوت. روح على الكومنت ويندو، عبالي انتر اي يلي هو امثال المجاهيل بجملة المعادلات، خليني ادخلهم. بعد ما دخلتهم مثل ما ملاحظ مثل ما تعودنا انه راح ادخل عمود عمود اللي هو 4، طبعا امثال اكس 1 4 1 ناقص 1، بعد الامثال اكس 2 ناقص 1 6 ناقص 2 ناقص 1 6 ناقص 2 بعدها 1 2 5 1 2 5. هيك بكون دخلت A. هلا انتر، حط قال لي ادخل البي اللي هي 4 و 9 و 2 4 9 2. قبل لي انت ادخل البي 0 اللي هي عباره عن 0 0 0، وهلا قبل لي ادخل الابسيلون اللي هي 0.065، تمام؟ هي انتر. قال اعطاني الجواب، وين الجواب؟ هون تأكد منه، 0.98، تمام؟ هي الاكس 1، الاكس 2 1.005، تمام؟ الاكس 3 1.00 او 0.9999 قيمة تقريبية، تمام؟ هيك بكون طلع معي اكس 1 واكس 2 واكس 3. طبعا مثل ما حكيت برجع بحكي انه في عدة طرق ما بتلتزم لا بطريقتي حتى بطريقة الأنسة، إذا أنت طبعا ريت تفهم يعني فرعنا ما بده بصم يعني، بس فهم الطريقة وبحل على النظر على الورقة والقلم، بتقدر تكتب أي كود بأي لغة، مو بشرط ماتلاب، بأي لغة بتقدر تكتب وتحل. يعني مثلا أنا هلا حليتها بهالطريقة، أنا هلا هذا كودي كله بسكريبت عادي، تمام؟ الأنسة حلته بفانكشن، نفس الشيء تماما، إنه أنت مثلا بتدخل ال A وال B اللي هي أمثال المجاهيل
مثلا بالسكريبت، بعدها بتبعتهم ولنفترض لمصفوف لفانكشن تحسب لك الالفا والبيتا، بعدها مثلا تقدر تبعتهم ل فانكشن ثالثه تحسب لك الاكس 1 الاكس 2 الاكس 3 وبس عم تمرر متغيرات نفس الشيء تماما. يعني ما يعني بالاخير بس كلمتي انه ما تتقيد بطريقه واحده، حل باللي بناسبك، واهم شيء تفهم الطريقه بالنظر. تمام، هيك بكون خلصت الدرس، ان شاء الله تكون كل شيء واضح. بس هيك، شكرا.